بلد تاني كويس وما يحصل فيه حرب تاني، ناس يكونوا قاعدين زي زمان ما يكون زي العصر. نتمنى بس نكون قاعدين نرجو في قلة، نكون قاعدين ما في زول ضربوه في يوم بس نسموه قال زول قتلوه ولا كده، بس أنا دار نرجو في قلة يكون لنا زي زمان اللي كان عندنا قاعدين. شوفوا تعبانين، ما في استقرار، ما في مدرسة، فنحن دايرين سلام بس احنا كنساوين. شو بنزعت بلد كده ما عندي ناس عشان ريال تعبانين، وهنينا كمان جارين ورايا هنينا زعت بالكثير، عندنا 3 سنة ما شفنا رجالنا هم وين ولا وين، ولسه ياو ده مشاكل لسه فيه. But we could not accept it may be like this again. But because of this situation, expectation also, we are hoping for another peace to come so that people can live in peace.